والحمد لله على السلامة يا شباب، وحياكم الله متابعينا في فلوق جديد. يا سلام، اليوم انا مسوي لكم مفاجأة يا شباب. وش تعالوا جاي افتروا عطول مجلس ظهوركم، عطول مجلس وشو؟ يا سلام، في مفاجأة انتم ما راح توقعونها، ما راح توقعونها طبعا. ارجع 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 ورا ورا بعد بعد اسلم بغيق حمودي. ارجع 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 بس وقف. وش تلمس؟ تبي يمين ولا يسار؟ يمين. وانت؟ يمين. يمين؟ حمودي؟ يسار. وانت حمودي؟ يمين. طيب ارجع 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 بجنب حمود، ارجع بسرعة بسرعة، توهم جاي من المدرسة ما يدرون وش السالفة. بعد بعد يا حمودي، يا سلام. افتروا شوفوا اللي وراكم. يا سلام يا سلام، ترى حمودي يدري، حمودي يدري، ترى حمودي يدري وش السالفة، بس ما يدري بس ما يدري وش اللي بوريكم الحين. وش السيارات؟ لحظة لحظة، دقيقة 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 دقيقة. شوف يا حمود، أول كان هذولي شو اسمه المساعدات والحوسة هذه كانت بلاستيك أو بلاستيك مقوى أو زي كذا، حطوها زي الفولاذ ما ينكسر ابد، لانه اذا صدمت الرصيف اذا صدمت الرصيف بينكسر البلاستيك اللي قدام، ها واحتمال نغيره. وهنا حديد يبقى واللي قدام والحديد هذا ما راح ينكسر، يمكن ينكسر الرصيف. لا لا لا، لا ترفع لا ترفع، عشان به بنزين وزيت. حمود تذكر اول اذا ضغطنا على البنص ما تدعس صح؟ هي تاخر هي إيه؟ لا الحين ما في عارفه وزنيته. أيوة. اذا فتحنا الهواء ما نفتحه كامل، نفتحه نص، يقول تبي تدعس برق. البهبهاني الصغير والكبير. يا رجال البهبهاني، البهبهاني يقول عندي بهبهاني يمشي 200. هذه سياره بنزين، هذا ريموت بطاريه حق غداء. يا ولد يقول عندي بهبهاني يمشي 200. سنة. ايه يقول ما يستخدمه الا من 16 سنه وفوق، حتى سياره بنزين ما يستخدمها الا من 16 سنه او 18 او 20 بعد، لانه خطير صراحه. حتى البهبهاني والله خطير، من تحت كله حديد، حديد صلب. شغله تبي تجرب؟ ايه تشغله بالمجلس؟ لا لا نطلع برا يعني. لا لا هنا شغله. انا بشغله. اصبر دقيقه يا حمودي. ما يخرب يبا. فراج اخذ البهبهاني الصغير. يلا يلا حمود خلنا ننزل هذا. وين جرب؟ نسيت لنا كم ما شغلنا والله، مرجعين هن وكاله. وين هو؟ طبعا البهبهاني غيروا البادي كامل، غيروا حاجات يا حمودي. يوم الجمعة، يوم الجمعة نبي نشوف التحدي الكبير. يبا في مفاجأة يوم الجمعة. دقيقة يبا، ايش تبي؟ وين الهواء؟ نسيت الهواء. الهواء هذا، شوفوا هذا. اي والله صحن، شوفوا هذاك هو. ايه الحين كذا هو نازل الهواء. اي ارفع 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 بس. لا لا نزل شوي، لا لازم نشغله افضي الهواء عشان يلا. تطفي عشان تطفي. يلا فرغ الهواء. هلا بس كمان ايش بلاك ساعتي بقى. يلا يلا شغل. بسم الله شغله. شوف والله مرجعينها وكاله، كانت حوسه. يلا السلام. اسمع الصوت الحين. يا ويلك يا حمودي، الحين تنطلق بنا. خلنا نحط نص. انا ببعد شويه، ببعد شويه، ببعد شويه انا. امسك امسك يبا من قدام. مالي شغل شغل شغل. يلا شغل شغل. واخر انا بقول شغل. يلا ازعاج. هجوا جيراننا وطلعوا من، ها؟ هذا صح؟ هي جيراننا طلعوا من بيوتهم، قالوا الولد هذا وشو؟ بينفجر بيتهم. اعوذ بالله يا الازعاج. هذا ما تصلح، ما تصلح. المكان مفتوح، مفتوح مره واحده. وين بنروح؟ حتى عماير بجمع عماير ما تصلح. بس الساحه هذيك ما راح نشغله. وين بنروح؟ الحين؟ ايه الحين ما في خسوف. ما يمدينا نطلع. يلا او كسوف كسوف معليش. كسوف. طيب وش بنسوي يبا؟ وش تبي تسوي؟ ما
الحين بنشرح على السيارات ونشوف عاد وش هو. مثل ما قلت لكم يا شباب، اذا راح الخسوف بدري نبي خسوف ولا كسوف؟ كسوف كسوف كسوف. وش الدليل على اسم الكسوف والخسوف؟ آية من القرآن. طفوا طفوا. فإذا طريق البصر وخسف القمر. يا سلام، يعني الخسوف للقمر والكسوف للشمس. فإذا راح الكسوف بدري، أيوه طفوا 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 يا حمود. فإذا راح الكسوف بدري بإذن الله بنروح نسوي التحديات البسيطة على السيارات أو التجارب. ليه نسوي بالمغرب؟ نسوي بالمغرب؟ يا ولد أنت خطير والله. لا نشوف نشوف إن شاء الله إن شاء الله في وقت. طيب سيارة حمود شغلناه وموره طيبة وبسم بتيك. حمودي وش الإضافات اللي أضافوها لسيارتك؟ طبعا مشكورين متجر الفتى المحترف، قسم بالله ما قصروا، وهم اللي دقوا علي يا شباب قالوا عطنا السيارات. انت يا ولد يا ولد يا ولد نور من قدام واللمبات اللي فوق. لا لا لحظه 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 اصبر 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 اصبر، لا تشغل لا تشغل حمودي لا تشغل. والصبات اللي ورا في شكمان باك فاير فيه؟ بس لا. وش فيه؟ دخان. يطلع دخان؟ اي بس شغلت الريموت. شغل الريموت؟ بس لا تدعس انتبه. خلينا نشوف الدخان اللي يقول حمودي. يلا شغل الريموت. اصبر عدل عدل عدلهن يا حمود. اسلم اسلم. خل هذه هنا. فراد جايينك بالبهبهاني الصغير. يشتغل هو؟ وش يسوي؟ ايه يتفتف. ايه ها ايه اصبر 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 شوي خلينا نشوف. اسمع الاصوات ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ولد اترك اترك يا حمود لا ترفع ما يتحرك من تو. لا ترفع. شوف شوف الشكمان هدعس يا ولد والله خطير قسم بالله خطير. هلا هلا يا ولد يمديك عندك زيه. طفوا 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 هي طفوا روح بنطفوا بسرعة وطفى البهبهاني طفوا مرة واحدة. شوف هجد حتى صوته ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني البهبهاني في ها كباب البهبهاني صراحة عليه إضافات جديدة خطيرة. لا تمسك البادي يا حمود. البادي جديد، اللمبات، الأنوار، الاسطبات اللي وراء أضافوا عليه بدل الباك فاير، أضافوا الشكمان اللي يطلع البخار هذا أو الدخان. فراج وش عندك بالبهبهاني؟ يمكن يطعطع. يمكن يطعطع. طيب وش عندك بالبهبهاني؟ شغله طيب خلينا نشوف. والله ما أدري. هو معك هو شغله شوفوا شو وضعه. الباترول عليه اضافات شيء حمود تعال شوفوا بالله. طبعا مثل ما قلت لكم متابعينا هم والله اتصلوا علي قالوا انت يا ولد الظاهر ناسين السيارات فنبناخذهم منك نزبطهن ونرتبهن وبيض الله وجيههم. والله ما قصروا، هذه ما كانت تمشي زي الناس. زبطوا وزنيته البهبهاني، شالوا البادية الأول والقواعد حقات البادية الأول وركبوا له بادي جديد وأنوار وصبات ولمبات فوق وشالوا الباك فاير وركبوا شكمان يطلع بخار. أدعس يا ولد يا ولد. وش اللمبات هذه اللي فوق؟ والله خطير. أسلم أسلم. اسمع الصوت. خلاص وقف 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 وقف. ترى مو مشحون فل بعد. حمود عدلوا تبي تنوم وانت بحضنك يقيل. شوف اللمبات اللي فوق على البهبهاني هذه من اول لكن زبطوا البدي الاول متكسر. خلينا نشوف بسرعه. يلا ادعس. ليه؟ ما ادري. افا ليه بطيء؟ بطيء سرعته. يا ولد انت تلعب بنات تلعب بالريموت. اسلم. شفت شلون تحرك بيدك؟
طبعا هذا البطاريات الضعيفة. لا 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 تدعس، لا تدعس، لا تدعس بالفرشة، يعلم على الفرشة بالكفرات. لهن تجارب خاصة بإذن الله راح نسويهن، ولا يا حمودي مشغول بالريموت؟ تمام؟ تمام بإذن الله. ترقبوا التحديات عن قريب. متى تبونه؟ اليوم. يوم الجمعة في تحدي عالمي. يوم الجمعة في تحدي. لا 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 تعلم. في تحدي عالمي. بإذن الله إن قدرت أصور وأنزل يوم الجمعة كان بها، ولا أنزلها يوم الأحد. أوكي يا شباب؟ أوكي. الحين وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون. شكرا جزيلا. الحين بحط لكم الرابط بالبايو وبالردود.